قبل يشهد هذا المعبر معبر أم الطبول الحدودي بولاية الطرف إقبالا ضعيفا محتشما في الآونة الأخيرة للسياح الجزائريين، عزوف يبدو أنه قد تأثر بفعل الاعتداء الإرهابي الأخير الذي ضرب مدينة جندوبة التونسية قبل أسبوع، وهو الهجوم الذي عاد ليهدد من جديد موسم السياحة والاصطياف في تونس. تداعيات الاعتداء الإرهابي الأخير على الجنود التونسيين بمنطقة جندوبة بدأت تظهر على المعبر الحدودي هنا بأم الطبول. الصورة تبين بوضوح خلاء أكبر مراكز العبور من السياح الجزائريين، ليقتصر الأمر فقط على الرحلات التي كانت مبرمجة مسبقا على غرار الرحلات العلاجية ورحلة هذا الوفد الكشفي. ولاية حمادي ولاية بومرداس فوج 20 أوت سنذهب إلى مخيم بولاية نابل بالجمهورية التونسية. يعني لدينا علاقة حميمة بين فوج 20 أوت أو ولاية بومرداس مع محافظة ولاية نابل، وهذا كذلك الفوج كان خطط لهذا المخيم من عدة شهور. مرة هذه مش مرة الأولى، بالك الخامسة العاشرة عندي اسمها رانديفو ثم موعد مع هذا الطب تاعهم مع طبيب، راني نروح ندير هذه الرحلة ديما تاع طب ونتفسحوا شوية ثم ونجي. ما إن استعادت تونس أمنها وسياحها بعد هجمات متحف الباردو في 2015 حتى عادت لتضرب من جديد في أمنها الاقتصادي، ضربات يبدو أنها قد غيرت معها الصورة النمطية التي طالما رسمت على هذا البلد. زيارة لتونس وإنما يا أخي بلدنا جنة جنة جنة. رابا كان يحكي لي تونس غلطوني، تونس ما تونس خضراء وكذا وكذا وكذا. أنا والعائلة تاعي واحد ما عجبته تونس، عجبهم غير البحر هذا كما نتاعنا. الماكلة غالية، القش غالي كش مدي كادو. كل شوف تقار تشري خبزة ما عرف شحال يا ولدي، خليها على الله. فيف لالجيري فيف لالجيري فيف لالجيري، كي الحكومة كي الشعب كي لي جورناليست وعلى ما شاء الله كي ما شاء الله يا اخي فيف لالجيري. وما نزيدش نروح على بإذن الله بإذن الله يا اخي. الإرهاب اللي قتلوا هذوك ما يبانش التأثر على التوانسة، والله ما يحكيوش عليهم كامل. أنا حنا تأثرنا الجزائريين، واش قتلوا ولا تأثرنا هما، والله ما على بالي ما يحكيوش كامل على الإرهاب هذا. غير السياح وسياح ودراهم وتكريدار وهذا، غير دراهم هذا ما كان. هل هو موسم اصطياف آخر مهدد بتونس؟ أم هو عزوف لسياح يمرون بفترة هدوء يستعدون فيها لغزو البلد من جديد والتضامن معه كالعادة في أحلك أيامه؟ هذا ما ستجيبنا عنه الأيام القادمة.